المطلوبة ان خشب دلوقتي ونشوف الأراولة. كلهم متربيين بنفس الطريقة اللي هي دي، وسط ما بين الباباطيا واللي بيج هيد، يعني هي اتربت على 3 إلى 4 فروع وسرطنوها، وجم الفرع الطرفي ما سرطنوهوش، او يعني في البداية 3 فروع وسرطنوا 3 فروع دول. التربية على 3 فروع و3 فروع سرطنوهم فترة، وبعد كده قرب ميعاد التزهير اللي هو ميعاد التزهير من الطبيعي من شهر نوفمبر، من أواخر نوفمبر، فهم بيجوا في أكتوبر وما بيعملوش عملية السرطنة بعدد الأزهار بيكتر زي ما احنا شايفين. يعني مثلا كل دي أزهار في أسرة واحدة. ده منظر عام. ورجعنا للنقطة اللي احنا فيها دلوقتي، بنصور المحيط الأول. وهنا هم بيستووا الطريق عشان افتتاح وزير الري للمعرض بكره ان شاء الله. هما طبعا الجزء الخلفي ده هم حاطين طمي كتير بحيث ان هم يرفعوه، بحيث ان هو يبقى باين من قبل الاسطوره. يعني في التضارب اهو. Thank you.
هنا كان الباب بتاع نقطة البداية، هاخد برضو الجزء اللي هو المحيط الداخلي، وبعد كده هدخل من النص. يعني ده هيتصور تاني بس من الجنب ده. ايوه من هنا من الداخل. حوالي 12 سنتي. ايديا هي. وحتى الورق اللي ميت من اسفل قليل جدا. وده التربية على اربع فروع، على اربع فروع واربع ازهار اهي.
كل النباتات دي متربية على 3 فروع بس، يعني تطويش في بداية الزراعة على ارتفاع لما النبات بيكون طوله 10-15 سنتي، بطوشه فبيكون مواد جانبية باخد منه 3 بس، وبعمل لهم عملية سرطنة لغاية البراعم الزهرية ما بتتكون. في نهاية كل فرع بيتكون حوالي 3 أزهار، بشيل الاثنين الضعاف وبخلي الأقوى بيدينا الشكل اللي احنا شايفينه. ده مثال للتربية الوسط ما بين الباباتر والبيج هيد، بيبقى فيه عندنا فرع واحد وبعد كده بيطوشوه بيدي المواد الجانبية، بيطوشوه بيدي المواد الجانبية تاني وبيسيبوها زي ما هي، فبتكون عدد الأزهار كتير جدا ده. لكن في تربية الباباتيا بتنين مستمر في عملية التطويش لغاية بداية تكون البراعم الزهرية، فبوقف عملية التطويش. نقطة البداية وببدأ آخد من الداخل اللي أنا صورته، وببدأ آخد من الداخل. هنا طبعا الرص بطريقة البقع المضيئة، وهنا دايرة. ارجع اعيد التصوير ده تاني عن بره، وهنا برضو دايرة تانية. وهنا مكتوب باللون الأبيض الله. وبقعتين مضيئتين زي اللي كانوا في الأول، البقعتين باللون الأبيض وباللون الأصفر. طبعا بيبقى فيه حواشي موجودة زي الدراسينا المارجيناتا والأسبادسترا وبعض اللي تانية.
وصلنا برضو هنا لنقطة البداية. في هنا عمود منفرد، فبيبقى فيه اللي هي طريقة الأراولة بطريقة مربعة بطريقة الوسط ما بين البابطي وبيج هيد زي ده دلوقتي. وزي اللي قصادنا وزي اللي على شمال الباب الرئيسي. واللي قدامك هرجع برضو لنقطة البداية. المنظر هنا اوضح، احنا شفنا كلمة الله موجودة في اخر الصوبة. هنا الله بينا وقدام مكتوب اكبر، وفعلا بطريقة منسقة جميلة. هركز انا دلوقتي على المنتصف وبعد كده هاخد الحواشي. او المربع اللي مكتوب فيه الله اكبر. كده انا صورت الاسطوبة كلها، فهبدأ اعمل زوم قريب للنباتات اللي موجودة اللي هي في المنطقة اللي في النص.
عن كذا بقول ما بيهمني. ايه بنلاحظ اللي هو اللي مكتوب بكلمة أكبر ديا اللي هو اللي قصادنا، ايه في تدرج، يعني هم رافعين الطمي من ورا زي ما هو باين هنا، من ورا عالي ومن قدام واطي، بحيث إن اللي ورا يظهر بشكل أجمل، أو كلمة أكبر الله أكبر تبان بطريقة أجمل. نشوفه برضو من اليمة التانية، برضو التدرج بتاع الطمي اهو. هنا طبعا بيبقى اعلى. دي عنكبوت، راولة عنكبوتية. المنظر النهائي العام أو جولة الوداع للصوبة يعني، أو لمعرض الأراولة. وهنا الباشمهندس اللي هو مدير إدارة مشتل قرايب القناطر الخبرية.